السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 3 صف الثالث ابتدائي ترم 1 الترم الأول. والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض يونت 3 أو الوحدة التالتة on the weekend. on the weekend أو في عطلة نهاية الأسبوع، وهنبتدي نشرح lesson 1 و 2 و 3. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا lesson 1 في بعض الكلمات الهامة لازم نحفظها، تعالوا نقراها مع بعض. أول حاجة يقول لنا هنا listening to music، listening to music أو الاستماع إلى الموسيقى. playing sports، playing sports يعني ممارسة الرياضة. collecting magnets، collecting magnets يعني جمع المغناطيس. طبعا الحاجات دي احنا بنعملها on the weekend، on the weekend او في عطلة نهاية الاسبوع. بيقول لنا هنا كمان drawing pictures، drawing pictures او رسم صور. singing a song، singing a song ان انا اغني اغنية. pop music، pop music نوع من انواع الموسيقى ممكن تعزفها اسمها البوب. taking photos، taking photos التقاط صور فوتوغرافية. طبعا دي الاكتيفيتيز او الانشطة المختلفة اللي احنا ممكن نعملها واحنا في الويك اند او في عطلة نهاية الاسبوع، وممكن يكون في انشطة تانية كمان. المهم ان هو مدينا بعض الامثلة على الانشطة اللي احنا ممكن نعملها في الويك اند او في عطلة نهاية الاسبوع. هنا عندنا الباراجراف، هنا عندنا الديالوج ده عايزين نقراه مع بعض. طبعا listening and reading الاستماع والقراءة، استمع واقرا وتبادل الادوار. listen read and role play، role play تبادل الادوار يعني نقدر نعمل حاجة زي role play كده مع حد، وطبعا نتكلم معاه ونمثل معاه الديالوج ده. فهنا في أول واحد، فهنا في نمبر 1 بيقول لنا what are you drawing، what are you drawing أنت بترسمي إيه يا هنا؟ فهنا بترد عليها بتقول لها I am drawing a cat، أنا برسم قطة. I love cats، I love cats أنا. فهي هنا بتسأل هاني وبتقول له هاني what music are you listening to، What music are you listening to؟ ما الموسيقى التي تستمع لها؟ فهاني هيرد عليها وهيقول لها I am listening to pop music، أنا بستمع لموسيقى البوب. It's very good، إنها جميل، إنها جيدة جدا. فهنا بتقول لها I like drawing but I don't like listening to pop music، أنا بحب الرسم بس ما بحبش أسمع لموسيقى البوب. فطبعا هاني بيرد بيقول لها Do you like collecting magnets؟ هل يا ترى انت بتحبي تجمعي المغناطيس؟ فهي بترد عليه وبتقول له Yes I do، Yes I do، يا نعم انا بحب جمع المغناطيس. وواضح ان هي بترسم الكات اللي هي بترسمها هي بشكل جميل. طبعا هنا تحت الباراجراف ده في questions. طبعا تحت الباراجراف ده في activity، the homework. هنا بيكلمنا عن ال subjects أو الضمائر بتاعة الفاعل، subject pronouns أو ضمائر الفاعل. طبعا احنا عارفينها كويس قوي من واحنا في KG1، بس لازم نراجع عليها تاني. هي I، أنا، he، هو، she، هي، we، نحن، you، أنت أو أنتم، they، هم. طبعا دي حفظ some. بعد كده مدينا verb to be، verb to be أو فعل يكون.
في الـ affirmative وفي الـ negative. في الـ affirmative I am يعني أنا أكون، he is هو يكون، she is هي تكون، we are نحن نكون، وممكن نكتبها كده where، بنشيل الـ a بتاعت are ونحط apostrophe عشان نكتبها بشكل مختصر. You are أنت تكون أو أنتم تكونوا، they are هم يكونوا. طيب في النيجاتيف بقى، I am not يعني أنا لا أكون، he is not هو لا يكون، she is not هي لا تكون، we are not نحن لا نكون، you are not أنت أو أنتم لا تكونوا، they are not هم لا يكونوا. وطبعا بيوري لك هنا إن إحنا ممكن نكتب نكتبها بشكل مختصر، بنشيل حرف من الحروف ونحط مكانه apostrophe زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا ده حفظ صم زي اسمنا. بعدين عندنا هنا في الجرامر present continuous tense او زمن المضارع المستمر. present continuous tense او زمن المضارع المستمر طبعا بنستخدمه في لما بنتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي وقت ما احنا بنتكلم، فهنا بيقول لنا الـ usage أو الاستخدام. We use it for a thing that is happening at the moment of speaking. بنستخدمه وإحنا بنعبر عن حاجة بتحصل وقت الكلام، بتحدث دلوقتي. طبعا الـ affirmative أو صيغة الإثبات I، وبعدين بيجي بعد منها verb to be اللي هي am، وبعدين بيجي مع بعد منها الفيرب بالـ ing. he و she و it بيجي بعد منهم is، وبعدين بيجي بعد منهم الverb بال ing. we و you و they بيجي بعد منهم are، وبعدين بعديهم الverb بال ing. زي مثلا لما اجي اقول لك she is collecting magnets. she is collecting magnets هي بتجمع المغناطيس. فلما انت تسمعني انا بقول كده دلوقتي هتعرف ان هي بتجمع المغناطيس دلوقتي في وقت حدوث الكلام. وعندنا حلقة على القناة شرحين فيها الزمن ده وحلين أمثلة كتير جدا عليه، حلقة لوحدها مشروحة لكل المراحل، تقدر ترجع لها وتتفرج عليها برضو لو حابب تعرف معلومات زيادة. وبرضو زي ما احنا لما نيجي نقول they are taking photos، they are taking photos هم بياخدوا صور، هم بيلتقطوا الصور. طبعا لاحظ ان الحرف الاي في اخر take بيتشال لانه غير منطوق من اخر، وبنحط مكانه ing. الانتروجاتيف او صيغة الاستفهام طبعا السؤال بال WH questions، بنجيب ال WH question او أداة الاستفهام، بعدين verb to be، بعدين subject، بعدين الفعل بال ing. زي مثلا لما اجي اقول لك what are you drawing هنا، انت بترسمي ايه هنا دلوقتي، هنا what اهي ال WH questions، وبعدين are verb to be، وبعدين you السبجكت، وبعدين draw بال ing بقى drawing، بعدين هنا طبعا دي بقيت السؤال. فهي بتقول له I am drawing a cat، انا برسم قطة. السؤال بهل، طبعا بنجيب do في اول الجمله في اول السؤال، وطبعا ده بيكون اجابته yes or no، فبنجيب do وبعدين بيجي بعد منها الفعل بال ing. طبعا بنجيب do وبعدين السبجكت وبعدين الفعل بال ing. زي مثلا ما اجي اقول لك do you like بعدين الفعل بال ing. طبعا بنجيب do you like وبعدين الفعل بال ing. زي مثلا لما اجي اقول لك do you like taking photos، هل يا ترى تحب ان انت تاخد الصور، فانت تقول yes I do or no I don't. هنا طبعا ده homework و homework. لسه بنكمل مع بعض lesson 1 the part 2. وطبعا هنا في بعض الكلمات مهمة قوي ان احنا نحفظها. I like انا احب،
I don't like أنا لا أحب. I like drawing أنا بحب الرسم. I don't like singing أنا ما بحبش الغنى. I like playing أنا sports. I like playing sports أنا بحب لعب الرياضة. I don't like listening to music ما بحبش الاستماع للموسيقى. They like collecting magnets هم بيحبوا إن هم يجمعوا المغناطيس. They don't like playing tennis هم ما بيحبوش لعب التنس. فطبعا هنا بيوضح لنا بيقول لنا I like بيجي بعد منها الفعل بالـ ing الفعل في الـ infinitive أو في المصدر plus ing. فلاحظ إن like دايما بيجي بعد منها الـ verb بالـ ing. مهم جدا إن احنا نعرف الكلام ده عشان خاطر هيجيلنا في السنين الجاية كمان. طبعا كيفية ربط الجمل إزاي نعمل connect للـ sentences أو للجمل المختلفة. طبعا احنا بنعمل connect للـ sentences باستخدام كذا أداة. أول حاجة مثلا عندنا and أو where دي طبعا to join ideas احنا بنستخدمها علشان نوصل بين جملتين فيهم نفس الأفكار نفس الفكرة. يعني مثلا لما أجي أقول لك I like taking photos أنا بحب إن أنا آخد الصور أصور and I like listening to music وكمان بحب إن أنا أستمع للموسيقى. فأنا هنا بكلمك عن الحاجات اللي أنا بحبها. فيبقى and بتيجي لربط أفكار متوافقة to join ideas. ممكن كمان أقول لك I like drawing pictures أنا بحب إن أنا أرسم الصور and I like collecting magnets وبحب كمان إن أنا أجمع المغناطيس. طيب في عندنا كمان أداة تانية اسمها but لكن. طبعا دي بتوضح التناقض بنربط بيها بين جملتين عكس بعض فيهم في أفكار عكس بعض فيهم contrast يعني تناقض عشان كده بنقول عليها to show contrast يعني علشان نوضح التناقض. فلما أجي أقول لك مثلا I like drawing pictures أنا بحب إن أنا أرسم الصور but لكن I don't like playing sports أنا ما بحبش ألعب رياضة. فهنا أنا ربطت بين حاجتين واحدة أنا بحبها والتانية أنا ما بحبهاش. فهنا وضحت التناقض بين الحاجتين. ممكن كمان أقول I like singing a song but لكن I don't like taking photos أنا ما بحبش إن أنا آخد صور إن أنا أصور. فهنا وضحت لنا إن وربطت بيها بين جملتين فيهم حاجتين متناقضين مش متفقين في نفس الأفكار. طبعا عندنا هنا homework وده homework. نروح ل lesson 2 أو الدرس الثاني light and dark colors. light and dark colors الألوان الفاتحة والألوان الغامقة. فعندنا هنا في كلمات لازم نحفظها. light يعني فاتح ودارك يعني غامق. فلما اجي اقول لك light green يعني اخضر فاتح light pink يعني وردي فاتح light gray يعني رمادي فاتح light blue يعني ازرق فاتح دي الالوان الفاتحة. ممكن نروح بقى على الدارك هنلاقي مثلا بيقول dark gray رمادي غامق dark green اخضر غامق dark pink وردي غامق dark blue أزرق غامق. فلايت يعني فاتح اللون dark يعني غامق اللون. هنا بدي لك بعض الاكتيفيتيز لازم تحلها ان انت تلون طبعا الصور دي بالالوان اللي هو كتبها لك تحت منها دي هوم ورك. لما اجي اسال حد ايه الالوان اللي هو يقدر يشوفها فبقول له what color can you see ايه الالوان اللي انت تقدر تشوفها فبيقول I can see ونقول الكالر او اسم اللون استطيع اشوف لون معين. فمثلا لما اجي صاحبنا ده بيسأل بيقول what colors can you see ايه الالوان اللي انت قادر تشوفها فهو بيرد عليه وبيقول له I can see light blue and red انا قادر اشوف ازرق فاتح ورد واحمر كمان. طبعا هنا ده homework على lesson 2 ونروح لليسون 3 أو الدرس الثالث وعندنا هنا جزء الماث tell the time أو إن إحنا نخبر الوقت
وطبعا الوقت ده احنا شارحينه لوحده في القناة في فيديو لوحده، وهنشرحه تاني، وموضوع مهم جدا وجميل جدا ولازم نكون فاهمينه تمام علشان خاطر ده هيفضل معانا بقية حياتنا. فهنا بيقول لنا الساعة بيبقى فيها two hands أو فيها عقربين، العقرب الطويل ده بتاع الدقايق اسمه minute hand، العقرب القصير ده بتاع الساعات اسمه hour hand أو hours hand. فالعقرب الطويل ده لما يبقى جاي على 3 يبقى الساعة 3، والعقرب القصير لما يبقى جاي على 6، 6 دي معناها 30 دقيقة. ليه؟ لأن الساعة لوحدها بنقسمها ل 5 دقايق، 10 دقايق، 15 دقيقة، 20 دقيقة، 25 دقيقة، 30 دقيقة عند الستة، 35 دقيقة عند السبعة، 40 دقيقة عند التمانية، 45 دقيقة عند التسعة، 50 دقيقة عند العشرة، 55 دقيقة عند الحداشر، بعدين بنبتدي ساعة جديدة. فلما يبقى عندي الـ hour hand أو الـ hours hand على 3 والـ minutes hand على 6، يبقى الساعة 3:30، يعني اللي بنقول عليها 3:30. هنا بيقول لنا the long hand is the minutes hand، العقرب الطويل هو بتاع الدقايق. The short hand is the hours hand، العقرب القصير ده بتاع الساعات. فلما نيجي نبص على الشورت هاند هنا هنلاقيه على 3، وقلنا الـ12 دي ساعة جديدة، يبقى الساعة 3 بس مفيش أي دقايق. بنكتبها كده، تبقى هي بالشكل ده أو بتبقى بالشكل ده تحت 3، وده الشكل الرقمي، وبنقول عليها 3 o'clock. 3 o'clock يعني الساعة 3. وموضح لك هنا هو إن الوقت الساعة متقسمة 5 دقايق، دي صفر، بعدين هنا 5 دقايق، هنا 10 دقايق، هنا 15 دقيقة، 20 دقيقة، لحد ما نوصل ل 55 دقيقة، ونبدأ بعد كده ساعة جديدة. فده مهم جدا إن أنت تحفظه زي اسمك، لأن هيساعدك إن أنت تقرأ الساعة، وده مهم جدا في المنهج بتاعنا وفي حياتك بصفة عامة. هنا لما يبقى الساعة الشورت هاند جاية على الساعة 3، واللونج هاند جاية على الساعة 6، جاية على 6، يبقى الساعة 3:30 زي ما قلنا، وده بنسميه half past three. half past three يعني الساعة 3:30، أو بنسميها 3:30. 3:30 يعني الساعة 3:30. half past three يعني الساعة 3:30، أو 3:30 يعني الساعة 3:30. الكلام ده حفظي يا أصحابي، طبعا لازم نحفظه كويس قوي. هنا برضو بيوضح لنا الأفكار بشكل أكبر، بيوضح لنا هنا إن الدقايق لما بتبقى فوق الساعة بنقول عليها past. زي مثلا لما نيجي نبص هنا هنلاقي الساعة 4:15 بنقول عليها quarter past four. كورتر لأن 15 دقيقة يعني ربع ساعة، فربع ساعة وأربعة يعني 4 وربع، بنقول عليها quarter past four يعني الساعة 4 وربع، أو ممكن نقول عليها it's 4:15. 4:15 يعني الساعة 4:15. لكن لما نيجي تبقى الساعة لسه فاضل 15 دقيقة على الساعة اللي جاية بنقول عليها 2. علشان كده لما نلاقي الساعة 5 إلا ربع، الساعة لسه ما جاتش 5، 4:45. 4:45 يعني فاضل 15 دقيقة على الساعة الجديدة، فاضل ربع ساعة على الساعة الجديدة، فبنقول عليها quarter to five. quarter to five أو الساعة 5 إلا ربع، فاضل ربع ساعة على الساعة 5. quarter to five، فاضل ربع ساعة على الساعة 5 يعني الساعة 5 إلا ربع، أو ممكن نقول عليها it's 4:45. 4:45 يعني الساعة 4:45. فلما يبقى عندنا الساعة لما يبقى عندنا الوقت الدقايق هنحسبها على الساعة القديمة بنقول past، ونقول رقم الساعة، لكن لما هنقول إلا يعني فاضل الوقت على الساعة الجديدة بنقول 2.
هنا كمان بيعرفنا بيقول لنا ازاي نسأل عن الوقت، فبنقول what time is it. what time is it يعني ما الوقت، الساعة كام. what time is it، الإجابة بتقول it's، ف what time is it كام الوقت، فبيقول له it's 3 o'clock. it's 3 o'clock الساعة 3. تماما، ده كان الجزء الأول من lesson 3. الجزء الثاني فيه طبعا بعض الكلمات لازم نحفظها، مهم جدا، كلمات جديدة زي مثلا هو هنا مقسم لنا أيام الأسبوع. my diary، my diary يعني مذكراتي أو الأنشطة اليومية بتاعتي. فهنا Saturday art class أو حصة رسم، Sunday play tennis، Monday take photos، Tuesday have lunch، have lunch، Tuesday have lunch، Wednesday singing class، حصة غنى، Thursday draw pictures، و Friday أو يوم الجمعة بيبقى فيه كذا حاجة، grandma house ممكن نروح لبيت الجدة، وكمان home for lunch أو نقعد في البيت ونتغدى ونتناول الغدا في البيت. طبعا الحاجات دي حفظ. عندنا هنا للتحدث عن خطط نهاية الأسبوع أو to talk about weekend plans. plans يعني خطط، weekend plans يعني خطط نهاية الأسبوع. بنقول what do you do on weekend. انت بتعمل ايه on the weekend. what do you do on the weekend. انت بتعمل ايه في عطلة نهاية الأسبوع. فكل واحد بيقول الحاجة اللي بيعملها. واحد مثلا بيرد عليه بيقول له I draw pictures at the art class. انا برسم صور في حصة الرسم. ده في الويكند بتاعه. بكده نكون انهينا lesson 3 وعندنا هنا homework بعد منها. وبكده نكون وصلنا لpage 132 في كتاب المعاصر. المرة الجاية إن شاء الله نشرح الدروس الجديدة في لوثن، في المرة الجاية نشرح 3 دروس جديدة. أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.